حب كتيره، يقول لك حب في التخشيبه، الحب فوق هضبه الاهرام، يعني في اماكن كتيره ممكن نتكلم عن الحب فيها، بس ما سمعناش عن حب في الجيم، بالذات لما يبقى حب ما بين رياضات قتاليه. يعني هي صاحبه لقب فيتست وومن ان ايجيبت، اكثر ست عندها لياقه، وبتلعب كيك بوكس اللي بيضربوا فيها بالايدين والرجلين. هو بطل ومصنف عالميا في لعبه كروسفيت، وبالتالي المساله كلها عباره عن اوزان واثقال وفايت، يعني معارك او اشتباك. تفتكروا علاقه الحب دي يبقى شكلها ازاي، او الرومانسيه فيها تبقى بدرجه ايه؟ داليا وسامر في واحد من المواعيد الغرامية الخاصة بيهم، لأنهم اتخطبوا مؤخرا في الجيم وفي حالة تبادل خبرات أو حب معرفش. خلينا نرحب بداليا وسامر. أهلا يا داليا، أهلا بيكي. أهلا أهلا يا سامر، اتفضلي. ايه العنف اللي انتوا فيه ده؟ العنف العيك. مبدئيا انتوا اتعرفتوا على بعض في الجيم؟ اه. احنا كنا زمايل في الجيم عادي في كلاس الكيك بوكسنج، وبعد كده الجيم بدا ظهرت المسابقه بتاعت الفات ايجيبت ديت، مسابقه فتنس على مستوى مصر. فبدا ان احنا دخلنا فيها كجيم، وبعد كده عملنا شويه اختبارات فعدينا الاختبارات دي، وبعد كده دخلنا بقى عالم الفيتنس والكروسفيت. وبدأنا بدل بقى ما بنحضر الكيك بوكسنج بس، لا بقينا نتمرن صبح وليل، وبقينا ثلاث ارباع الوقت في الجيم يعني. اشرح لي الكروسفيت ده شويه. هي الكروسفيت دي لعبه ظهرت مؤخرا، يعني هي من 2002 في امريكا. اوكي. الاختراع واحد من المالينز بتوع امريكا. هو الفكره بتاعته ان هو كان عايز يختار لعبه يقول ان اللعبه ديت هو اللي يطلع منها هو احسن انسان عنده فتنس على مستوى العالم. يعني لو احنا فكرنا لعيب الكوره هو احسن انسان رياضي، ولا لعيب الباسكت، ولا لعيب بتاع الجولف، ولا لعيب بتاع الماراثون، ولا لعيب بتاع السبرنت. فجي في الاخر قال لك لا، ما كل واحد فيهم مميز في حاجه بس ضعيف في الحاجات التانيه. فلو احنا ليه ما نبقاش في لعبه تبقى اللي بيلعبها بيعرف يلعب كل الالعاب التانيه. فاخترع لعبه الكروسفيت بقى. يعني بيبقى فيها ايه بقى؟ فيها يعني الشخص بتاعها شخص بيلعب كروسفيت بيعرف ان هو يجري سبرنت 100 متر بسرعه كويسه جدا، تقارب الناس اللي هي بتجري في 9 ثواني والكلام ده كله. يعرف يجري مثلا الماراثون اللي هو ال 40 كيلو، يعرف ان هو يرفع اثقال اوزان ثقيله، كل حاجه. طب مين اللي اعجب بالتاني الاول؟ هي طلعت كده. هي جت كده بصراحه يعني. هي احنا لقينا لما دخلنا يعني قربنا من بعض ك ك
كزمايل في الجيم عادي، لقينا عادي بقى بدأنا ان احنا نبقى اصحاب شويه، وبعد كده لقينا بقى ان احنا نفس الاهتمامات نفس الدماغ، حتى لما بتحصل مشكله ولا حاجه بنلاقي ان احنا بنرد نفس الرد، فبقى في حاجات كومن كتير قوي ما بيننا، فالموضوع بدأ يقرب بالطريقه دي، فبدأنا نتعرف على بعض بشكل اكبر بقى شويه. وبعد انت كان ممكن تتجوزي حد مش عنده لياقه؟ مش رياضي. لا بصراحه ما كنتش حاطه في بالي ان انا يعني ارتبط حتى بحد في الجيم، انا كنت رايحه الجيم عادي زي اي بنت عايزه تخس وعايزه تعمل شيب وعايزه نفسي يعلى، عشان انا كلاعبه كيك بوكسنج عايزه نفسي يعلى، فقلت ان انا ادخل الجيم عادي عشان اتمرن يعني زي اي واحده. هو كمان كان نفس الموضوع يعني. لا مش اي بنت يعني بتعمل اللي انت بتقوليه ده يا دل، مش اي بنت. لا هو الواحد بقى اكتشف حاجات تانية. هي فعلا هي لما دخلت الجيم كانت الفكره كلها دول هم بيروحوا اخرهم الايروبكس ولا الزومبا وخلاص يعني نص ساعه لطيفه ظريفه وخلاص. انت واضح ان انت عنيفه في الرياضه. بصي هو انا هقول لك على حاجه، انا كنت زمان لما كنت لعيبه كيك بوكسنج بس كنت حابه ان انا اتعلم اساليب الدفاع عن النفس، زي ما انت عارفه ان الشوارع احيانا ما بتبقى مش امان لما البنت تبقى لوحدها او حاجه، فانا فكرت ان انا ليه اما انا ابقى مثلا شايله الكتريك او شايله اللي هو البخاخ ده، مجرد ان انا هدخل ايدي في الشنطه خلاص انا اساسا رحت في داهيه يعني، فقلت لا انا ليه ما اتعلمش ان انا ادافع عن نفسي بايدي قبل ما انا يحصل فيا حاجه. فدي كان اساسا لعبه الكيك بوكسنج. لما دخلتها وبقيت ودخلت خدت بطولات وكده قررت ان انا لا اتعلم بقى حاجات تانية يعني في الجيم. طيب سامر هسالك سؤال ملوش علاقه بقناعتي انا الشخصيه، بس هسالك سؤال اكيد اي حد ممكن يطرق لذهنه. دايما يقول لك الشخص او الراجل بيدور على بنت تبقى رقيقه ولطيفه ومش مسترجله مش عنيفه، يعني محدش قال لك لا يا عم اتجوز واحده لطيفه كده؟ هو ده الفكر نفسه اللي غلط، يعني مش معنى البنت بتلعب رياضه قالوا كتير قالوا كتير. طبعا الفكره نفسها لما انا يعني اول ما شفت داليا والكلام ده كله طبعا خد انتقادات رهيبه، اللي هو يعني واحده بتلعب رياضه وعنيفه وكيك بوكسنج والكلام ده. انت اللي انتقدت؟ لا ناس كتير. اللي هو انت بتفكر ازاي يعني؟ انت لما تيجي تتخانقوا مين هيضرب التاني؟ هو ده السؤال بالظبط. بالظبط ده الكلام كتير بسمعه. انا كسفت اقوله يعني. لا بسمعه كتير عادي. لا هو بيبعت لنا على الصفحه كتير يعني. بيبعت له كده. هي مش فكره ان البنت ما دام هي بتلعب رياضه معينه معنى كده ان هي عنيفه او ان هي مسترجله ولا الكلام ده كله، ده الفكر الغلط اللي عندنا. البنت هي زي الشغل، يعني البنت مثلا هي بتشتغل وبتنجح في شغلها، معنى كده ان هي خلاص مش مهمله في بيتها وفي اسرتها والكلام ده كله، لا في ناس بتبقى ناجحه قوي في شغلها وفي نفس الوقت ناجحه في بيتها. ده اللي ما شاء الله متفق، هو يعني الرياضه عامه هو شغلها، فهي بتعرف تفصل ما بين الرياضه والعنف والكيك بوكسنج والكلام ده كله، وفي نفس الوقت كبنت كانها داليا هي البنت والانوثه والرقه والكلام الناس كلها عارفاه ده. يعني بيقول كلام حلو قوي يعني. بيقول كلام لطيف يعني. طب احب اعرف لما بتلعبوا وبتتدربوا مع بعض كيك بوكسنج بتضربوا بجد؟ هو احنا بنيجي نلعب كيك بوكسنج يعني ما بقاش يعني انا ما بخش معاها فايت، اللي هو لا هي مجرد بس احنا بساعدها في التمرين بتاعها، عشان طبعا هو لما يبقى في فايت ما بين ولد وبنت الولد هو اللي بيدافع والبنت هي اللي بتهاجم. وبيبقى اغلب الاوقات بتضربي بجد يا داليا لما بتلعبي معاها؟ سليم انا بتضرب بجد. بتضربي بجد؟ ما ده خطيبك حبيبك زوج المستقبل. لا ما هو في التمرين حاجه بيستحمل عادي. عادي جدا. احنا حضرتك متفقين ان احنا لما نيجي حتى نتمرن في كمسابقه او حاجه بنبعد اي حاجه الحياه الشخصيه والعمليه وكل حاجه ونركز في التمرين، احنا عندنا بطوله وهدف لازم نحققه هنوصله يعني هنعمله يعني هنعمله. عندي فضول غير طبيعي ان انا اشوفكم وانتم بتضربوا كيك بوكس. على الهوا كده؟ حتى يعني بس احنا مش لابسين، انا مش قادره اتخيل، انا عايزه اشوفكم بتتدربوا زي كيك بوكسنج في ظل علاقه الحب والغرام. طيب هو لازم يبقى ماسك نيت او هو المشكله ان الضربه نفسها لو هي من غير ايد يعني من غير الجلافز نفسها وانا معيش البتاع اللي هي تضرب فيها هي ممكن اجيب له هو اولا الصوبة. انت ياما استحملت، ثانيا هي يعني هتبقى حنينه مش يعني صح. يلا ورونا لازم اتفرج، انا هقوم من هنا وانتوا شوفوا هتورونا ايه. يلا اتفضل. ما
احنا خلاص راوند هاوس بقى. راوند هاوس يلا. ممكن بقى ايه؟ نيب. بصي خلاص انا هحرك ايدي وتضربي. اوكي طب هاني يلا. يعني كل واحد وله طريقته في التعبير عن الحب. دي طريقتهم يعني. ما اللهم لا اعتراض. ربنا يوفقكم و ويقلل من اصاباتكم. معرفش اكيد هيبقى في اصابات كتيره في العلاقه دي. جينا الاصابات عشان الالعاب احنا بنلعبها ديت. الفكره كلها احنا يعني عشان موضوع المسابقات ونسينا نكسب والكلام ده كله بنستغبى شويه على نفسنا. اللي هو لا احنا ممكن مثلا يكون عندنا اصابه ومع ذلك بنكمل عشان نحقق الهدف احنا نفسنا فيه. مش قوي. يعني ان شاء الله لما يجوا الاولاد اكيد هتهدوا شويه وتعقلوا شويه لما تتجوزوا وتجيبوا اولاد. والله احنا هنرميهم في الجيم. ولا حضرتك يا جماعه احنا مخططين يعني النشأة بتاعتنا يكون جزء فيها للجيم. لو ما روحتش الجيم بقى في البيت. يعني من حقيقه من دلوقتي عشان كده. داليا تصحي الصبح عشان تحافظي كده يا حبيبتي على جسم كل حاجه. تصحي الصبح نعمل تمارين بتاعت الكروسفيت. بعد كده ننزل شغلنا عادي وبعد كده من حياتك كلها رياضه. كلها رياضه حياتكم. احنا يعني احنا عندنا مثلا لا طول بتفكروا طول الوقت في الرياضه. بتفكروا بانين حياتكم على الرياضه. ها 90%. طب والعيال لما هتجيبوهم هتدخلوهم الجيم على طول؟ سنتين كده ولا حاجه كفايه. سنتين يخشوا. بصراحه هقول لحضرتك يعني هقول لحضرتك برضو على حاجه. لعبه الكروسفيت هي جزء منها كبير جيمناستكس تمام. فاحنا عشان احنا دخلناها على كبر شويه فالتكنيك بتاع الجيمناستكس للناس الرياضيه اللي ما بتبقاش مثلا داخله جمباز وان هي صغيره بتتعذب وان هي كبيره عشان تعمل التكنيك. يعني كله فلكسبيليتي في المفاصل قوي. فلما تتعلمي الموضوع ده على كبر بيبقى الموضوع اصعب. فاحنا مقررين اطفالنا من هم صغيرين ندخلهم الجيمناستكس الاول عشان يبقى عندهم اللياقه والمرونه ونأسسهم. انا بتهيألي سامي وداليا الوحيدين في العالم اللي لما يشوفوا ولادهم بيتخانقوا مش هيقولوا لهم عيب ما تضربوش بعض. هنعلمهم التكنيك ازاي. يعني هم الوحيدين اللي هيسيبوا العيال تصحى لبعض. صح. داليا وسامر الف مبروك. بتمنى لكم بطولات وتحققوا الاحلام اللي عندكم. وعلاقه حب عنيفه جدا. شكرا جدا. كلمات كتيرة جدا كنت انا فاكر ان انا اقولها صح بس هي مش صح. وده مصري ولا اردني ولا مغربي ولا تونسي ولا لبناني؟ احنا بتونسي قلقلو. هو مين ده؟ انت اصلا لاعب كرة محترف. اضطريت اني نبعد على الكورة لمدة سنتين. حسيت اني فما جزء مني راح. كان يستحق هذا اللقب. كنت اتمرن على الكرسي في البيت. كانت البدايه من صفر في الاخر يعني. سافرت كانت نوعا من الهجره. ظفر عابدين كان موديل لكن التجربه ما كانتش يعني ما كنتش مرتاح في التجربه. ما حبيتش. لا انت ابتديت بدايه مختلفه. الفلوس اللي كنت محوشها اني اسافر لندن واحاول اتعلم لغه مختلفه. فهمت ايه من تجربه الفسيخ يا ظفر؟ انه لازم تتعود عليه.